انطلق الدور السادس لماراثون او نصف ماراثون 10 كيلومتر 10 كيلومترات سامسنا 7 يناير 2024 حوالي 10,000 مشارك تقريبا. تنظيم جيد صراحة، تحسين وتحسن ملحوظ وملموس، كذلك تغطية إعلامية مهمة. وساعد في ذلك الطقس الجميل، يعني كانت الشمس ساطعه، حال الطقس كانت حوالي 20 درجه، وهو جو جميل يعني للجري بصراحه. جميع الفئات العمرية كانت حاضرة. رغم أن في الصباح كان شوية البرد، ولكن مع العشرة وقت الانطلاقة جات الشمس أصبح الجو جميل جدا.
الثانية الفرنسية ميداي دارجون السيلفر ميدال ريبريزونتي البحرين بيلي تيزيت غاشو ويسلم الميدالية السيد نبيل الصديقي نائب رئيس الجماعة الفرنسية سيدي في الجزائر. الميدالية الذهبية الجولد ميدال ميداي دور representing Kenya as a new record of the Tesla International Half Marathon Hikadish Gondjiboy. الرتبة الأولى نصف ماراثون سيدات من كينيا. ميدالية الذهبية لأن الفائزات الثلاث الأوائل congratulations amis félicitations aux athlètes aux trois premières du premier marathon d'âme congratulations bien sûr le new personal performance وجائزة 20,000 درهم بالنسبة للمرتبة الأولى. الرجال يلا 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 حي الميدالية الفضية للنصيب جلال العمري ميداي دارجون السيلفر ميدال جلال العمري ويستلم الميدالية السيد عبد الله الشتات. لباس صحراوي قليل مغربية صحراوية حاضرة نصف ماراثون دولي تمثلنا الميدالية الذهبية ميداي دور جولد ميدال هشام ولها ويسلم الميدالية السيد سيدي محمود الشناوي رئيس الدائرة الحضرية تمثلنا. الرتبة الأولى 10 كيلومتر محمد ولدها عشر كيلومترات تصدقها عشر كيلومترات سيدات الرتبة الثالثة 2000 درهم الرتبة الثانية
فائزات كل المغربيات 10 كرمال. المرتبة الثانية 3000 درهم. الميدالية الذهبية إكرام وعزيز المرتبة الأولى. مسافة 10 كيلومتر. $5,000. نتائج نصف ماراثون تمسنا الدورة 6 2024. حسن طرس مرتبة الأولى بتوقيت ساعة وجوج ديال الدقائق وصفر تمنية ديال الثواني. الرتبة الثانية أحمد الحسوني بساعة وجوج ديال الدقائق. المرتبة الثالثة الواسمي هشام كذلك بدقيق بساعة وجوج ديال الدقائق واثنين وثلاثين ثانية. يعني ثلاثة ديال الأبطال كاملين المغاربة تبارك الله عليهم. البطل حسن طرس بساعة وجوج ديال الدقائق وصفر تمنية. يعني توقيت مزيان تبارك الله عليه. أعتقد فيرو أدانا من إثيوبيا من هنا أو من هي البطلة التي ستحظى بالمركز الثالث؟ من هي البطلة التي ستتوج بالمركز الثالث؟ سأرى من هي صاحبة الرتبة الثالثة؟ بطلة كل الاحترام على راسنا كما يقولون. لقطات من دخول الفائز في كل المدن المغربية في ماراثون تمسنا العاصمة الإدارية، في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، في العيون الساقية الحمراء، في الداخل البحرية، في فرانة العالية، في فاس العاصمة العلمية، في طنجة عروسة الشمال، في قلمين بوابة الصحراء. إذن آخر اللحظات سنتجه إلى خط النهاية لنشاهد لحظة الدخول ولحظة هو غادي يدير معنا واحد سميتو قدام فيديو مزال روح ديال المقاومه كانت بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه للجمعيه اللي منظمه ماراثون تمسنا وكذلك شركه العمران على سبونسور معكم عبد العزيز ريطا عميد الفريق ديال السبور معمورة تيم موروكو تمارا الرباط. كنشكروا الاخوان اللي جاو حضروا مثلوا الفريق باسم تمثيل معنا ابطال تبارك الله معروفين على الصعيد الوطني في مقدمتهم الصديق عبد العالي ومجموعه من الاخوان. كنشكروا قناه الصحيفه على الدعوه وعلى لا عطانا فرصة باش نعبروا على الرأي ديالنا. الحمد لله كان سباق ممتع رغم بعض الصعوبات في المدار. بطبيعة الحال الجو كان زوين تبارك الله كاين الشميشة. يعني كانت كاع المقومات باش يكون السباق يكون في المستوى. كاع الإخوان يعني فرحانين وناشطين بهذه التظاهرات الجميلة. نتمنوا أن هذه التظاهرات تكرر كل سنة ويحافظوا عليها وتنجح دورة 8 و 9 و 10 إلى غير ذلك. شكرا على هذه الاستضافة وتبارك الله عليك. السلام عليكم. التظاهرة الرياضية الحمد لله التظاهرة الرياضية تبارك الله. السي عزيز شي كلمة. سي عزيز مبروك هذا باش تلقينا مع الاصدقاء والاخوان وهذا المدرب ديال تمسنا كيشرف عم طيف كيشرف المدينه وكيشرف العاصمه. وكنتمنى من الشباب كل اللي بغاو
شي كلمه للحسن تاهو. الحسن تاهو السلام عليكم صحاب الكره المعموره، راه كنشكركم جميعا على جو هذا النهار الظروف تنسنا، وكان الباركور مزيان، وكنشكروا ثاني هذوك اللي جاوا في الغابه البطل عبد العالي. السلام عليكم جماعه الكره المعموره، كنحيي الجميع. هذا هو العميد ديالنا البطل ديالنا، كنشكر الجماعه وكنسيد المدير وسيد القائد واعضاء جماعه الكره المعموره والمشاركين في هذا مرحبا موعدنا مراكش ان شاء الله. يلا البطل البرعوم شي كلمه، كيجاك السباق مزيان زوين اجي العام الجاي ان شاء الله. شكرا لباباك اللي جابك استاذي شي كلمه. كيجاك السباق هذه كانت فرصه اولى باش نحضر مع هذه المجموعه المباركه ونتسابق معاهم فهاد الاول ماراطون ديالي في تمسنا، وكان الحمد لله كان باركور مزيان. مرحبا هذا الروح اللي كاينه دابا في الامه المقاومه الحمد لله. الحمد لله تبارك الله. كنشكرك السي حسن جاري العزيز، نتمنى ان اللقاء يكون مرات ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله. داليا الرئيس لا ايتوا مع اولادي ايتوا مع اولادي صاحبي هادي شي واحد الفيديو Good job! Yeah! 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 Yeah!